نعم، لكن سيد الكسندر، هناك من يقول بأن هناك اهتمام كبير من قبل الأمم المتحدة بالجانب الروسي، وأيضا هناك انتقاد من رئيس زيلنسكي لزيارة غوتيريش أولا إلى موسكو من ثم المجيء إلى كييف، وبالتالي هذا يعتبر بأنه هناك اهتمام من قبل الأمم المتحدة بالجانب الروسي أكثر من كييف، هكذا يقال. يا سيدي، زيلنسكي هو يعتبر نفسه قائدا عظيما وقائدا للعالم عمليا، لأنه هو تحدث مثلا أثناء جلسة مجلس الأمن وبلغة كأنه هو يدير الأمور الدولية بالكامل، فهو عنده بشو تبعه عنده هيك صورة جميلة له، فبالتالي طبعا هو يعتبر نفسه يتفوق على غوتيريش أو غير غوتيريش ما بعرف، بس مثل ما قلت أنه الأمم المتحدة وجهازه الأكثر شيء تابع لأمريكا للأسف الشديد.